عليك حرام الله وشاهو قال لك جاز لقى واحد عربي يسلم. ما لو كان يخسر في الصلاة نتاعو. وقفت وسالناه. لا تخلص قال له يا عربي قال له الصلاة ماهيش هكذا قال له كيفاش قال له يعني الركوع والسجود يزيد كذا قال له زيد صلي زاد صلى. بالحق حتى كذا انتهى. قال له تقول هذه خير ولا لا؟ قال له لا احسن هذه تبدا تهرب له هذه تبدا تهرب. لأن الأعمال بالنيات ليس لنا داعش ربي ما يجيش يهديه العبد. احنا ماذا بنا العلاقة اللي تكون ما بين الناس وهي العلاقة تاع المعاملة. أنا ما نجيش نحاسب الإنسان يصلي ولا ما يصليش، لكن هذا ربنا ماذا بيا يكون يصلي وعقبات لأن الصلاة تنتهي عن الشر والمنكر. يعني الإنسان اللي يصلي أنا أعتبره باللي إنسان أرقى من آخر وأنضف منه. الدين في القلب والدين في الأعمال والمعاملات والسير الحسنة وفي الكرم، هذه هي الامور اللي لازمنا يبعث فيها الروحيات هي تاع الاسلام. والانسان غدوه كي تكون يعني في اوقات اللي جعشت الجزاء يروح يسب روحه في سبيل الله، هذا يعني هذا دين ولا هذا مدى الاخره. وهو ان الهدف الاخير وهو الرجوع الى الديمقراطيه، ومعناه ان هذه الديمقراطيه تكون شفافه، الديمقراطيه لكن الناس ينتخبوا على ناس لان عندهم مشروع عندهم برنامج ويتعاهدوا مع الناس هذوك اللي ينتخبوا معهم على مشروع معين. فهمت؟ قال ما هو المشروع نتاعكم الاقتصادي؟ لان الاقتصاد توسع، العموم توسع، والدين تاع الاسلام يسايق هذه المواكب الكل، هذه يكون يعني حقيقه مسلمين، يعني الانسان يواكب هذا التقدم، المجتمع اللي يستاهل يعني قيمه تاع الشعب ما يخليش مساكن هذا. هنا شوفوا هذا الدول اللي فاتتنا باش تفتنا بالعلم. والدين تاع الاسلام